الممثلة زينة مكة، بدي رحب فيك بموقع الفن وبدي أقول لك مبروك، هيدا أول عمل غنائي لإلك. خبرينا مين اللي شجعك على الدخول على مجال الغناء؟ صراحة إلي 5-4 سنين أنا بغني، بس ستيل الغنى أجنبي أكوستيكس وهيك، فرفقاتي بيعرفوا هالشي وبيعرفوا أنه كتير بستحي غني قدام العالم، لحد ما التقيت بحدا الموسيقى هديك الصيفية وسمع صوتي، رفقاتي زعبروا وسمعوا صوتي قالوا له زينة بتغني بليز شجعها، حدا بده مان، فبلشوا هيك وصاروا يسمعوني أغاني، تحمست قلت رح أخذ الموضوع على محمل الجد ورح بلش فوكاليز. فبلشت لقيت انه الرينج تبع صوتي كتير اختلف، حتى صار هو ماي فوكال كوتش ريشار نجم صار يقول لي زينة فيك تغني عربي، وصار في تحسن كبير وصرت عم حب الشرق كتير، لحد ما بالصدفة انا وعنده عم بيسمعني غنية هي هلأ اليوم صورناها، وقلت له هيدا حتكون لألي، هيدا الغنية لألي، وصارت لألي. خلينا نحكي على الفيديو كليب، شو بيحكي الفيديو كليب، شو موضوعه، شو رسالة بتحبوا توجهوها للمشاهدين، وشو اسم الغنية؟ رح بلش باسم الغنية، اسمها قبل ما تروح كان اسمها رجعلي، وهن اثنيناتهم كلمات موجودين بالغنية. فكرة الغنية ما في رسالة صراحة، هو كان أنا عبالي يكون موجودة ضمن إطار الناس اللي تعرفني فيه، هو ممثلة بموقع التصوير، وهي الغنية بتحكي عن امرأة عم تقول لحبيب أو حدا أزاها أنه رجع لي كل شيء خدته مني قبل ما تروح، وبتقوى بتشوف مراحل، يعني أول بارت هي مكسورة، تاني بارت متكبرة عليه، تالت بارت من الغنية أنه هي صارت كتير منيحة وتخطت الموضوع. فأنا ما حبيت النمطية بالتصوير، يعني هي القصة كتير واضحة، حبيت يكون شيء فيه سخرية، فيه هيك فان ساركازم، فصورنا ممثلة بموقع تصوير، وقلت لنا رفقات سيرجو وأندي المخرجين أنه عبالي تكون مغرومة بالممثل يلي معه، وهو كل مرة على الكات بغير موده، ومثل عنده المشاهد حميمية بس كل ما المخرج يقول كات همه شكله هيك، لحد ما هي تتخطى. فحبيت أنه الناس تشوف زينة اللي عم بتغني بزينة الممثلة، عرفت جمعتهم اثنيناتهم كأول كليب لألي، وكأنه هي حب الكو أكتر يلي معه، واخر شيء شفت اللي شفت شو صار اخر شيء. التعاون كان فاميليال، يعني مثل كانه فامي كنا، لانه نحن اصلا والفريندز صار لنا 12 سنه، يعني بيست فريندز زينة واندي وانا مثل الاخوه 12 سنه، قطعنا في قطعين بكل شيء سوا، فمثل ما بقول لك كانه اخوه، زيت الشيء كنا على الست، يعني نفهم مع بعض على الطاير بيعقيد ولا مشكلة صارت معنا، زينة كانت بتعقيد وثلاثتنا كأنه عم نتسلى مش كأنه عم نشتغل، كأنه عم نصور شيء بالبيت 100% بس على بروفيشنال ليفل. بدنا نحكي عن أعمالكم الجديدة، شو محضرين بعد هذا الفيديو كليب؟ عنا هلأ دعاية مع حدا كتير مهم منحبه كتير منحبه كتير، وما فينا أكيد نقول الاسم لأنه شيء شوي على ليفل انترناشنال، يس، فهيدا هلا فايتين فيه وغرقانين بالشغل بتحضيراته. It's very exciting، يعني صراحه كثير محمسين لهيدا النكست بروجكت. كيف اخذت زينة ستيب لصورت هيدا الكليب؟ كيف ساعدتوها بهالشيء؟ خمس سنين صار لها عم بتفكر بالفكره، نحن قلنا ندعمها، we're pushing her، يلا do it، يلبق لك عندي كل الكاركترستكس، يعني go for it. خمس سنين عم تتخيل نحن كعائلتها اللي حاعتبر حالي رايحينها وراكدين وراها، زينة بليز غني ليه؟ لانه نحن سامعين صوتها، اكيد تمرنت كثير، بقيت قد ايه عم تتمرن؟ فوق 6 أشهر تتمرن قبل ما تحط صوتها على الغنية. غير هيك نحن وي بليف انه زينا الكاركترستكس اللي عندها اياه هون بشخصيتها بشكلها بوجهها بجسمها بصوتها بادائها بتمثيلها بعيونها، ما حدا مش ما حدا ما رح اقول ما حدا اكيد كثير قليل وجوده هيدا الشيء المبكل بالعالم العربي. فقلنا لزينة بليز خذي هيدا اللي عندك وطلعيه للعالم تنعمله بطريقه كفنانه، يعني حتى انه زينة كمثله كثير دعمت بالكليب زينة المغنيه كثير، يعني كثير كانوا المشاهد اللي عم بتصورون يعني ما نعيد دغري نقول اعملي هيك تعمل هيك دغري، سو هيدا القوه بالتمثيل كثير فادتنا نحن كمخرجين بهيدا العمل. وزينة هي قلتها قبل، زينة الممثله كثير ساعدت زينة المغنية، يعني دعموا بعضهم بشكل بيعقد على الكاميرا، التمثيل يطلع مع الأداء الغنائي مع الكاركتر اللي عم تلعبه، لأنه في كاركتر كتير حلو صراحة الكليب، يعني
هلا انتم احكموا اكيد، بس انه كيف مبلش كيف بينتهي وال يعني التايم لاين تبع الميوزك فيديو كتير حلوه وكتير هيك الشيء انه فيه هيك سبايس. بدي زيد شغله انه نحن هيدا المره بهيدا الكليب كتير في فرق عن اعمالنا السابقه شو مقدمين. رح تكونوا عم تشوفوا تكنيك اخراجيه كتير جديده لنا، نحن اول مره بنشتغلها وعلى امل انه تشوفوها على ليفل سوبر عالي مثل ما نحن عم نقدمها وكتير حماس. اول شيء ميرسي لانكم جيتوا اليوم. وشو اللي شجعني؟ اول شيء انا حكيوني سيرج اندي على الميوزك فيديو، وبس عرفت انه زينه لانه اول شيء انا بحبها كممثله، وبس عرفت انه هذا اول عمل غنائي لها، فقلت انه بدي اكون يعني حدا من هاي الشيء الجديد اللي عم تعمله. وبس سمعت الغنيه كمان اتحمست زياده لانه غنيه حلوه وغنيه جديده، وحتتفاجئوا كثير بس تسمعوها لانه ما يعني حتكون مقدمه شيء رح يفاجئ العالم، ولانه الفكره حلوه ولانه بعرفهم انه هن شاطرين وعاملين قبل قصص كمان حلوه، فاكيد هذا الشيء شجعني اني اكون موجود. شو دورك بالفيديو كليب؟ دوري بالفيديو كليب انا بكون المانجر تبع زينه، ورح اترككم تحضروه، وبس رح كون هيك كل الوقت مع زينه وكل الوقت لحقها اذا بدك على الدعسه ولحقها بالسكجول تبعها، يعني كرمال كل شيء يكون ظابط 100%. لمعرفه كافه الاخبار الفنيه زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.